بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي وأحبتي بالله، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة بسلسلة عن تربية الأولاد مع الدكتور الطبيب الاستشاري الدكتور محمد بهجت. تحدثنا في الحلقات السابقة عن عدة مواضيع، آخرها كان المحفزات. حنكمل الحديث إن شاء الله عن أشياء أخرى حتكون عوامل في تربية الأطفال إن شاء الله والأولاد، لحتى بإذن الله نوصل بهم لبر الأمان ويغدونا أولاد صالحون يدعون لنا خير ويكونوا من الصدقات الجارية بإذن الله حتى بعد أن يورينا التراب. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله بخير، كيفك؟ الله يبارك فيك، الله يخليك. جزاك الله خير على مجهودك الرائع اللي عم تبذله معنا. دكتور، من أحد الأشياء اللي وردتنا بالأسئلة عن الحلقات الماضية، خاصة الريوردينج يعني المحفزات اللي كتبناها، هني كذا سؤال بس حاولت أجمعهم أنا بسؤال واحد. نحن حكينا عن المحفزات وفي كذا سؤال بيقول لك طب يعني هو كله محفزات؟ ما فيش ضرب يعني كله أبدا ما في هالموضوع هذا. من احلى الاسئله بقول يعني طب ابني خلص التشارت جاب نجمتين، هلا بده ياخذ جائزه تبعت النجمتين، بس بعده عامل مصيبه، بسحب النجمتين منه عقابا له، علما انه هو عامل العمل المناسب للتشارت لحتى ياخذ النجمات. هو الناس مستعجله على عقاب، ف دي حاجه تدل ان في صعوبه شويه عندنا ان احنا نحفز وندي ونلعب ونمدح. فهو احنا محتاجين بس ما نقلقش، ان شاء الله هنتكلم على ان احنا نحط قوانين وان احنا ازاي المشاكل في امور معينه ما ينفعش الطفل يعملها، ولو عملها يكون لها عواقب. هنتكلم في كل ده، بس احنا زي ما قلنا في اول حلقه احنا عندنا نقص في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، اللعب والكلام والمدح والهدايا والتحفيز. فاحنا محتاجين نرسل القواعد دي الاولانيه وبعدين ندخل على اللي بعده، هندخل عليها ما نستعجلش النهارده، ان شاء الله هنبدا كلام في بعض الحاجات دي. مهم ان احنا الاول ده بس يكون مبني على اسس سليمه، والاسس السليمه ان احنا الاحتياجات بتاع الطفل اللي هو ياخد بما فيه الكفايه من الحاجات دي تكون موجوده، عشان لما احط قواعد الطفل يعرف يلتزم بيها. والا لو ده مش موجود هيكون تعبير الطفل عن احتياجه ان هو مش هيلتزم باي من القواعد. فدي النقطه الاولانيه. بالنسبه لو واحد عمل الاستماره اللي احنا قلنا عليها اللي هي التحفيزيه للطفل، النجمه او الدرجه اللي الطفل او المراهق خدها في الورقه دي اللي كتبناها مع بعض لا تمسح ولا تفقد، خلاص هو خد نجمه، مش من حق الاب او الام ان هم يشيلوا دي حاجة هو حققها وهي حقه مكتسب يحتفظ بيه إلى أن يعوض عنها بهدية زي ما قلنا. لأن في الحقيقة لو فكرنا فيها، أنت لو عملت تعاقد مع ابنك وجيت علمته أن أنت عندك من القوة أنك تاخد منه حاجة هو كسبها، فالرسالة اللي أنا بديها له إيه؟ ان انت لو عندك من القوه انك تاخد حاجه مش من حقك ممكن تاخدها. الله اكبر. فهو يبدا يتعلم ده ويدور ازاي يحققه. بمعنى ايه؟ ان هو لو عرف ان هو لو مسك دماغه وفضل يخبط راسه في الحيط هيخليك تجيب له اللي هو عايزه، يبقى هي دي قوه ممكن يستخدمها. ان هو لو ضرب اخوه، لو كسر حاجه في البيت، فانت بتخليه في الحياه بيبدا يبحث عن وسائل قوه تخليه يقدر ياخد منك حاجه انت مش عايز تديها، واحنا مش عايزين نعلم الطفل ده. الحاجه الثانيه ان ده هيأثر على ثقته بيا كأب او ام، ان انا بفي بالوعود، ان انا قلت له لو عملت كذا هجيب لك كذا واديني عملت وانت اديتني وبعد كده رجعت سحبتها مني. فمعنى كده ان كل حاجه هتقولها لي في المستقبل مش اكيده، ممكن تسحبها، ممكن ترجع في اي كلامك، وانا مش عايز العلاقه تبقى مبنيه على الشك من الطفل. فدي النقطه الثانيه. نعم. النقطه الثالثه، لو هو طيب عمل زي ما السؤال بيقول ان هو عمل مشكله كبيره في منطقه تانية، يعني هو احنا كنا بنتكلم على ان هو مجهز نفسه للمدرسه وجهز نفسه للمدرسه، نعم، وبعد كده ايه وخد النجوم بتاعته وجي ضرب اخوه وعوره مثلا، فهل اقول له عقابا ليك انت؟ لا، دول قصتين مختلفتين. احنا دلوقتي كنا الهدف بتاعنا ان هو يكون جاهز للمدرسه، هو عمل اللي عليه يبقى ياخد اللي ليه. فانا بديله النجمه بتاعته، بجيب له الهديه بتاعته وبقول له دي هديه اللي انت عملته ده. طب والقصه بتاعت اخوه ده موقف تاني هنتكلم فيه بشكل تاني، وممكن استخدم اللي هو وصل له في النجمه واقول له فاكر لما كان صعب عليك قوي انك تكون جاهز في ميعادك، وازاي انك كنت شاطر وقدرت وخدت نجوم فعلا وجبت هديه. الموضوع بتاع اخوك ده كمان هنساعدك فيه، هنشتغل مع بعض انه ازاي ما يحصلش تاني. وانا عارف انك زي ما نجحت في الاولاني هتنجح في التانية دي، يبقى انا بستغل ان انا اتكلم ايجابيا، بستغل الحدث اللي هو عمله، مش العكس. مش ان انا اقول له انت ضربت اخوك فكمان الموضوع ده مش تاخد فيه، فهو يشوف نفسه فاشل وعمره ما هينجح في ان هو يتغير. نعم. انه نفتح تشارت تاني لتاسك جديده لمهمه جديده، علما مثلا الاولانيه يمكن لم تنتهي بعد. مثلا لو بنتكلم دلوقتي عن ان ظهرت مشكله تاني مع المشكله الاولانيه، دايما اي مشكله الاب والام يلاحظوا ان في مشكله بدات تحصل، نبدا السؤال الاول هو المشكله دي حصلت انا بعمل اللي عليا؟ يعني هو انا الفتره اللي فاتت بتكلم مع الولد كتير او البنت وبسمع لهم كتير وبلعب معاهم كتير، احتمال يكون اللي حصل ده كله بسبب اللي ده
كله مش بيحصل. الاحتياج بتاع الطفل للكلام والاستماع واللعب لسه موجود، فبيعبر عنه بالشكل ده. ده اول سؤال، هل انا بلعب وبتكلم وبعمل؟ لا. طب لا، يبقى احنا محتاجين نغير. انا هاخده واخرجه واقعد احكي معاه، هنلعب مع بعض لعبه، هنبدا ازود له المات السلوك الكويس اللي بيعمله. احيانا كتيره معظم الوقت بيطلع ان المشكله بسبب ان انا قصرت في النقطه دي، فلما رجعت اعملها تاني المشكله تبدا تتحل. لو انا اكتشفت ان انا بعمل ده ولسه المشكله موجوده، فانا ساعتها محتاج ان انا افكر ادخل على طريقه تانية. زي ما قلنا، لو خلصت الشغل في المنطقه دي اللي هي بتاعه مثلا حضور المدرسه، ممكن ابدا اعمل له استماره المحفزه دي في المشكله التانية. بس يعني انت حاسس على طول وحده وحده، يعني ما نمشي باتنين مع بعض مثلا. الافضل ان احنا نركز في سلوك واحد. طيب والمصيبه اللي عم تصير بمنطقه تانية اذا انا مادي اللي علي؟ لو انا مادي اللي علي، بنشوف هل ينفع ان انا ابين للطفل ان هو ده ما ينفعش ومحتاجين ان هي نتغير فيه. ابدا اعمل معاه كونتراكت ان انا زي ما انت شاطر في المنطقه دي، هناخد بالنا ان ده ما يحصلش كمان. لو حسيت ان هي الموضوع بقى طارئ، يعني خلاص ما ينفعش يستنى اكتر من كده، اعمل له استماره تحفيزيه للتانيه. لو ما ينفعش يستنى، لو ينفع يبقى الاولى انك تستنى لما تخلص الهدف الاولاني. نعم. وبعديها بكام يوم تبدا تعمله الهدف. كانك عم تبني لبنه لبنه في بالكاركتر تبعه، بالشخصيه تبعيته. امن انه في لبنه خلص صارت هي قويه ومتينه، لنقول خلص يلتزم بانه الصبح الساعه 8 بده يظهر من البيت يكون جاهز، ولو رجعنا لورا شوي لا 7:30 مثلا بده يكون انت بالافطار انت جاهز. بس تنتهي لبنها بنرجع نضيف لبنه اخرى مختاره حسب الطارئ اللي ناتج عنا، بس نحاول نخلص لبنه 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 يعني. ده الافضل. واحنا قلنا في الحلقه الاولانيه ان في اختلاف بين الاطفال، يعني في طفل ما ينفعش يركز في اكتر من حاجه، لكن لو عندي واحد كبير شويه يعني 10 11 سنه 12 سنه ممكن يشتغل على حاجتين في نفس الوقت، مفيش ما يمنع. احنا قلنا دايما اول حلقة ان كل طفل غير التاني. الاصل في الموضوع ان انا اركز على سلوك واحد، لكن لو انا عارف ان عندي طفل كبير هيقدر يحافظ على حاجتين مع بعض مثلا من غير ما دي تشتته عن دي، مفيش مشكلة، ممكن نشتغل على الاثنين، وان كان الاولى ان احنا نركز في حاجة واحدة. ولي الامر يجب ان يتأكد ان هو ادى بالضبط عمله قبل ما يطالب بالعقوبة. نقطة مهمة هذه، جزاك الله خير. بدنا نحكي فيه اليوم بإذن الله ليس التقييد وإنما التهذيب. تكلمنا في اللي هو هرم التربية ده، وتكلمنا مرنا بمراحل كتير قوي، والمفترض إن إحنا دلوقتي أرسنا علاقة رائعة بين الولد وبين الأب والأم. بعد ما ده اترسى خلاص وبقى موجود، إحنا في ده عنصر أول في وجود علاقة طيبة أو في وجود سلوك يعني كويس من الطفل. العنصر الأول وجود العلاقة الطيبة. العنصر الثاني اللي بدونه الولد هيتعفى، هتلاقي دايما سلوكيات صعبة، هتلاقي دايما إن هو عامل مشاكل. العنصر الثاني اللي هو لازم يكون مع العلاقة الطيبة هو عنصر وجود قواعد في البيت، وجود قوانين، وجود حدود. الولد عارف إيه اللي ينفع يعمله وإيه اللي ما ينفعش يعمله. دخلنا في الحدود بقى يعني. دخلنا في الحدود. أيوة. اللي الناس مستنيها من بدري. نعم. وإحنا ما شاء الله كل اللي كنا بنتكلم فيه، يعني أعتقد إن إحنا كآباء وأمهات عرب عندنا شوية نقص في إن إحنا نديه، اللي هو إظهار الحب. إحنا بنحب ولادنا أكيد، لكن مش بنظهر الحب، مش بنلعب معهم، مش بنتكلم. اللي هنتكلم عنه النهاردة ده القواعد والقوانين والأوامر، ما شاء الله إحنا أساتذة فيهم. بس للأسف بنسيء استخدامه، بنفرط في استخدامه. فيعني إن أنا لو عندي طفل في بيت طول النهار أوامر واعمل كذا وما تعملش كذا، وده غلط وده صح وده غلط وده صح، ومفيش إظهار للحب والمودة، الطفل ده بيطلع عنده كبت رهيب. والكبت ده قد يتولد عنه زي ما قلنا إن هو سلوكه يبقى عدواني، إن هو يعمل مشاكل، إن هو ما يبقاش شاطر في المدرسة، مش عايز يذاكر. ده النوع الأول اللي إحنا مش عايزينه. النوع الثاني اللي هي بعض الأسر تقول لك إيه، عشان الواد نفسيته ما تتدمرش، عايز كذا اعمل يا حبيبي، عايز كذا خد يا حبيبي. وبعدين الولد بعد شوية بيعلي صوته على والده ووالدته، ما ينفعش ارد عليه بس عشان الولد نفسيته ما تتأثرش. طب اقول له ما ينفعش تعمل كذا، يقول لي لا عايز، لا ما ينفعش، لا عايز، والولد يبدا يصوت ويتخانق ومش عارف ايه ويضرب اخوه. طب خلاص خده بس اخر مرة كده. الطفل في البيئة دي اتعلم ان هو يقدر ياخد اللي هو عايزه بمزاجه، هو اللي واخد الكنترول، هو اللي متحكم في الامور بطريقه معينه. ده بيؤدي الى ان الاسر تقول لك ده انا لو خرجت معاه بره يفضحني لو ما عملتلوش اللي هو عايزه، ده انا لو قلت له لا على حاجه دي تبقى مصيبه، وانا عشان اشتري دماغي بعمل له اللي هو عايزه. ده بيبقى كارثه بعد شويه، لان انت ما بتقدرش تتحكم فيه. بعد شويه بيطلع من مشاكل بره، بيعمل مشاكل مع الاسره، بيعمل مشاكل مع اخواته، فده مش عايزينه احنا. فازاي نحافظ على التوازن بين اظهار الحب وفي نفس الوقت وجود قواعد بطريقه ما فيهاش كبت، ما فيهاش عنف، لكن تحافظ على التوازن، تخلي الطفل عارف انك بتحبه، لكن عارف برضو ان انت القواعد اللي انت حاططها له دي حاططها له عشان انت بتحبه وعشان مصلحته فيلتزم بيها. من البدايه كنا عم نحكي بس عن الحب والدلع حتى يعني، بس اللي عم تقوله هلا نحن حندخل بمرحله لا مش كل اللي انت عاوزه هتاخده بقى. هل في ابحاث تقول ان هذا القوانين هيدي تناسب الاطفال؟
الابحاث اللي اتعملت مقارنه بين الاولاد اللي في بيوت عندهم قواعد في البيت بيلتزموا بيها ماشي، او عارفين ان في البيت قواعد، والبيوت اللي ما فيهاش قواعد اللي هو عايز ده يا حبيبي اعمله، عايز كذا خده، طب مش عارف ايه، اجي اقول له ما تعملش ده يتخانق فيا فادهوله. فليه؟ لان الاولاد اللي بينشأوا في بيوت فيها قواعد معروفه ومعروف هي بتتعمل ليه، سلوكياتهم افضل بكتير، ما عندهمش مشاكل في السلوكيات مقارنه بالاطفال اللي نشأت في بيوت ما فيهاش قواعد. دي عندهم مشاكل في السلوكيات كتير، عنف ومشاكل واظهار اي نوع من الحب للاسره او حتى في المدرسه. بالتالي القواعد في البيت معروفه للطفل حاجه مفيده ليه، حاجه بتخلي الناتج بتاعها ان سلوك الطفل بيبقى افضل. لكن هم كمان اتكلموا على يعني ايه قواعد. احنا زي ما قلنا في حلقه قبل كده، الطفل اذكى بكتير من اللي احنا فاهمينه. يعني لما اقول له مثلا على سبيل المثال، مثلا ما ينفعش تاكل في سريرك، يقول لك ليه، انا عايز اكل في السرير ومش عارف ايه، واخد اكلي واقعد على السرير واكل. لا ما ينفعش. فانا بحط قاعده معينه، انا محتاج افهم الطفل. خلاص احنا حطينا ان القاعده ان ما ينفعش اكل في السرير، محتاج افهم الطفل هو انا ليه عامل القاعده. واحيانا بعض القواعد ما ينفعش افهمها للطفل، يعني بمعنى لو قلت له الاكل وقع على السرير هيجي حشرات، وتيجي تنام بالليل هيبقى في حشرات على السرير، جميل. لكن بعض القواعد مثلا الطفل يقول لك انا مش مقتنع بالكلام ده، انا مش عارف. فدايما كاسره انا بحب استخدم المثال قوي، يعني احنا اطفال، احنا خلي بالنا احنا بنتكلم على اطفال حتى سن 15 و17 سنه لسه بسميه طفل. فاحيانا بقول للولاد ان انا ممكن اقول، بقول لك على حاجه معينه انت ما تكونش شايف الهدف منها دلوقتي، انت عارف ان انا بحبك، انت عارف ان انا عايز لك احسن حاجه، انا مش بعمل حاجه عشان اغلس عليك، انا بعمل حاجه عشان انت ممكن تكون مش شايفها دلوقتي. وادي له مثال ظريف جدا، اقول له لو اخوك الصغير، لو طفل صغير عنده سنتين وشاف البوتاجاز فيه نار، كل هدف الطفل ده ايه؟ ان هو نفسه يمسك الحاجه المنوره الجميله دي. انت لو شفته رايح ومدد ايده عشان يمسكها هتخليه يمسكها؟ مش هتخليه، هتمنعه. هو مش فاهم انت بتمنعه ليه، لكن انت بتمنعه حبا. هو لو وصل له ان انت بتمنعه من حاجه عشان انت عايز مصلحته، السن ده سنه وسنتين مش هيعرف. لكن انت ما عندكش سنه وسنتين، انت كبير دلوقتي وعارف ان انا بمنعك من حاجه لان انا خايف عليك من عواقبها اللي انت ممكن تكون مش شايفها دلوقتي. فالهدف من اللي انا بقوله ان الطفل محتاج يوصل له رساله ان انا لما بحط قاعده معينه انا بحطها مش من باب الغلاسه ولا العقاب، انا بحطها من باب حبي ليه وان انا عايز له الافضل. ساعتها هم دول اللي قالوا قواعد للاطفال دي بتوصل للاطفال احساس الامان، هو عارف ان القاعده دي حتى وان كانت بتغلس عليه بس هم في البيت حاطينها عشان سبب، فخلاص انا هلتزم بيها. جميل. هذا التقييد عم بيخلي الطفل يحس بالامان، يعني ما زعل انه صار في عنده حدود عم بيتصرف ضمنها ولا يجب ان يتخطاها، بالعكس عم بيعطيه امان. بالظبط، بيحس بالامان لان هو عارف ان انا ما ينفعش اعمل ده وينفع اعمل ده. في حين انت لو تخيلت لو طفل مش عارف اصلا ايه اللي ينفع يعمله ولا ما ينفعش يعمله، فهو بيجرب يعمل كل حاجه، احيانا يتقال له لا، احيانا يتقال له ايوه، وهو لا عارف ده الصح ولا ده الغلط، ولا لان هو حتى لو ابوه او امه زعقوا له مثلا على السلوك عمله، هم ما كانوش قايلين له ان ده ما ينفعش، وهو عارف ان هو لو داس فيهم شويه وزعق وعلي صوته هيقولوا خلاص اعمل اللي انت عايزه. فهو حتى اعمل اللي انت عايزه ده خليته بقى متلخبط اكتر، مش عارف هو السلوك ده اصلا من الاول كان غلط وهم سابوني اعمله عشان هو، ولا هم بيعندوا معايا وخلاص وعايزين يغلسوا عليا، اللي هو بنسميها الانسرتينيتي، ان الواد مش واضح له ايه الصح، ولا البنت مش واضح له ايه الصح من الغلط. ده بيصوب حلقه من عدم الامان في البيت، هو مش عارف ايه الصح ومش عارف ايه الغلط. طبعا الانطباع السائد انه الدلع هو بيبوظ العيال، مثل ما بتقول بالمصري، يعني نحن نقول بينزع، يعني يفسد الاطفال، وبالتالي يفسدهم كأدلتس ناضجين. انت هلا فرقت انه في حب، والحب هيدا لا يفسد، بالعكس هيدا بيقوي، بيعطي ثقه بالنفس كما ذكرت، وبيعطي قوه شخصيه، وبيعطي حضور جميل، وبالعكس ببلش يبث هذا في المجتمع كمان. ولكن اللي عم بيفسد الاطفال هو عدم وجود قوانين واضحه وعادله، ومثل ما عم تقول ثابته، مش يوم ايه ويوم لا. بالضبط. ففي نظام ثابت واضح عليه، خلص هو مرتاح وحاسس بالامان والحب موجود، وعم بتصرف بقى ضمن، يعني ما بدي اقول الجنة والنار، بس ولكن ضمن الدفى والحدود، انه خليك بمنطقه الدفى اكثر، مطرح ما في الحب هون، كل ما رحت صوب الحدود كل ما انتبه، يعني نحن عم نروح مطارح مش حلوه، بس الحب موجود اكيد لازم. حلقه هاي حتكون مشوقه اخرى كمان، الله يبارك فيك. طيب اذا هلا السؤال، هل الاطفال، يعني انت لما تحط قانون، نحن بلشنا بالحب والدلع والعدل والمحفزات والهدايا، طب وحطينا قوانين، هل الطفل سوف يلتزم بالقانون مثل ما قلت له؟ واذا لم يلتزم فيه، كيف كمان بدك تحافظ
انت على يمكن هدوءك لبين ما هو يلتزم فيه. شو الطريقه اللي بتخلي اذا هو هل يلتزم فيه، اذا لا شوف كيف يخليه يلتزم فيه، طالما مين وايد عن الاب لا يفقد اعصابه. طيب هو احنا محتاجين عشان نرد على السؤال ده نتكلم عن دراسه ظريفه جدا اتعملت. عملوا دراسه عشان يشوفوا هو الطفل الطبيعي اللي هو ما عندوش اي مشاكل، اللي هو بنقول عليه الطفل كويس يعني مهذب، لما اديله اوامر اقول له على حاجات يعملها يلتزم بكام في المية. فالدراسة بتقول ان الطفل الطبيعي لا يلتزم ب 33% من الاوامر. لا يلتزم، لا يلتزم، بمعنى ان انت لو اديته 10 اوامر قلت له اعمل كذا وكذا 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 خلال اليوم مثلا، الطفل الطبيعي من 3-4 حاجات من اللي انت قلتها له مش هيعملها. لو عملهم كلهم يبقى ده محتاج تاخده لدكتور نفسي يبص عليه، محتاج تقلع عليه. سبحان الله. بالظبط، لان هو يعني الطبيعي ان الطفل اللي نشأته طبيعية ان هو مش بيلتزم بالقواعد، هو ده الطبيعي من جزء ده لأسباب كتيرة من ضمنها ان هو استطلاع الاحتمالات الاخرى، ان انا لو ما سمعتش كلامك هيحصل يعني، طب لو جربت النوع التاني ايه اللي هيحصل. فاحنا نبقى ده مهم. ليه مهم؟ ان انا كأب وام ابقى عارف ان مش طبيعي ان انا كل ما اقول لابني حاجة يعملها، وان انا عشان اخليه يعمل الحاجات اللي انا عايزه يعملها محتاج ان انا اشتغل شوية، اشتغل اتغير شوية، اقول الامر اللي انا بقوله بشكل معين. ودي حاجات هنتكلم عليها في خطوات معينة، لما احط قاعدة معينة او اطلب من ابني طلب معين اعمل الطلب ده بالشكل ده عشان يجيب نتيجة. ايه الحاجات اللي احنا تساعدني كأب وام لما اجي اقول لابني اعمل كذا او ما تعملش كذا ان هو يلتزم؟ اول حاجة ان انت ما تطلبش من ابنك حاجة غير لما يكون في سبب لانك تطلب. بمعنى ايه؟ ان في دراسة اتعملت هنا، دراسة كانت في امريكا، على عدد الاوامر اللي الاب والام بيدوها لطفلهم ابن او بنت كل نص ساعة. فاكتشفوا ده في امريكا، احنا اتخيل ان الوضع عندنا في العالم العربي يكون اكتر من كده شوية. كم امر؟ اكتشفوا ان الاب والام بيدوا 17 امر كل نص ساعة لابن والبنت. بامريكا؟ بامريكا، اللي هو ايه؟ شيل الكوباية، دخل دي جوه، اقفل التلفزيون، شيل دي من هنا، طلع دي فوق، شوف اخوك عمل ايه. كل نص ساعة؟ كل نص ساعة 17 امر. لا يعني احنا كم كوماند بنعطي يعني، كم امر؟ احنا كعرب يعني، احنا كعرب الله اعلم، هو فيش دراسة اتعملت، لكن انا اتخيل ان احنا ممكن نكون بندي اكتر من كده كمان. مين بده يقدر ياخد 17-40 كمان ب 30 دقيقة؟ بالظبط، انت تخيل كده ان انا لو مشيت لك اول 3-4-10 يا سيدي، خلصنا 17 ودخلنا في النص الساعة التانية وجديتني 17 كمان، يعني مين عنده القدرة ان هو يستجيب لكل الاوامر؟ انا كناضج انا باخد واحد ويعطيك العافية يعني، بقى يبقى يدن على ورقة مثلا وتدو ليست. بالظبط، يعني شو بالزبط. 17 بنص ساعة؟ في نص ساعة ده حيطها يقدم يعني مستقالت ولا مش عاوز ابوتكم. وهو ده للأسف احنا مش بناخد بالنا، يعني انا كأب انا مش باخد بالي ان انا ايه، هتكلم عن نفسي مثلا، ان انا لاحظت فترة من فترات ان انا مشغول وبرجع البيت، فيا لما برجع البيت ذاكرت، عملت الحاجات اللي كانت عليك، طلعت مش عارف ايه، جهزت مش عارف ايه عشان بكره رحت مش عارف ايه، جهزت فلقيت ان انا ايه عماله ادي اوامر 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 اوامر، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، ما تعملش كذا ما تعملش كذا، وكاني راجع البيت نظر لان انا عندي ضيق في الوقت، ان انا عندي لسته من الحاجات، شايف ان هي الحاجات دي المفروض الابن او البنت يبقوا عاملينها، بدخل اروح يعني ارجعهم في وش الولد او البنت وعايزه يعملها. لدرجه ان انا في مره من المرات حد من ولادي كان جاي بقول له تعالى نقعد نتكلم مع بعض، فقال لي بذاكر كويس والمدرسين ادوني واجب عملته ومش عارف عملت الواجب العربي اللي عليا. فهو وصل لي رساله جامده جدا ان هو دي بس اللي انت بتتكلم فيه، ان انا كأب نسيت خالص الهرم اللي كنا بنتكلم عنه واللعب والكلام، واقتصدت كله الاوامر، حولت 100% من الوقت للاوامر. فالنصيحه الاولانيه ما تديش اوامر غير لما يكون في احتياج لانك تدي امر، ان هو حاجه انت فعلا، لان احنا زي ما بتقول ده بيعمل دايليوشن. يعني انا مثلا لو كل شويه اقول له اعمل دي شيل دي طلع دي خد دي، فاجي في النص اقول له امر مهم، لما تلعب مع اخوك العب كويس وما تضربوش، ده امر مهم انا عايزه تبقى قاعده في البيت، بس هو جاي في وسط 20 امر تاني فهيفقد اهميته. فالنصيحه الاولانيه ما اطلبش من الطفل حاجه غير لما تكون حاجه فعلا انا محتاجها. هيدي صعبه يعني، انت جبت امثله كلها، انا برايي الشخصي لا ما فيك تسكت عليهم يعني. اولا انت جاي، انا مقدر مثلا انه انت جاي كأب عندك تشيك ليست ومن باب الامانه، طب شو عملوا بالمدرسه، شو عملوا بالهوم ورك، شو عملوا مع الاساتذه، طب كيف يعني كيف بحدد الاولويه بهالموضوع هذا يعني؟
احنا ما اختلفناش ان انت محتاج تطمن عليك، لكن اللي احنا مختلفين عليه اذا كان عندك ما عندكش غير ساعه تقعدها مع الولد، ما ينفعش تكون الساعه كلها اوامر ونواهي. نعم ماشي. فانت الاول اقعد ساعه الا ربع مع ابنك، العب معاه واتكلم معاه في موضوع هو بيحبها وهزر معاه وكله مع بعض واستمتعوا بالوقت، وفي 5 دقايق يا سيدي قول له ان انا بطمن عليك اخبار الحاجات التانية عامله ازاي. وبالتالي لما الولد يرجع في اخر اليوم هو قعد معايا ساعه، ساعه الا ربع لعبنا وضحكنا و5 دقايق اطمن عليا، غير لما يكون قعد معايا ساعه عشان بس يسال على الحاجات والمشاكل ويديني محاضرات في ازاي ان انا ابقى انسان محترم ومهذب واقود العالم لما اكبر. تمام. فهي دي، هي دي النقطه، توزيع الوقت بالنسب اللي اتفقنا عليه. حسب دراسه في 17 ل 40 كمان بالعائلات الامريكيه يعني خلال نص ساعه، هذه اللي عندنا يعني الله اعلم، بعد الموضوع مفتوح ربما يعني تعرف احنا اهل كرم كمان يعني فينا. لكن ناخذ منك حسب الدراسات هدول شو البريورتايزنج، هل هو الامر بده يستمر اذا بعد نص ساعه مثلا لم يفعل، هل بنترك نروح لامر ثاني اخر، كيف التراتبيه بالاوامر وعددها المثالي؟ هي الدراسه ما اتكلمتش على عدد المثالي للاوامر، لكن في حاجات تانية اتكلمت على ازاي اخلي الاوامر اللي اديها للطفل بتاعي تجيب نتيجه وتكون افضل حاجه. فاحنا هنتكلم في النقط اللي هي ممكن تفيدني كاب وام، ان انا لما اطلب من ابني حاجه ولا اقول له اعمل حاجه ايه الحاجات اللي اعملها. زي ما قلنا اول نقطه ان هو ما تديش اوامر لو انت مش محتاج، قلل بقدر الامكان عدد الاوامر اللي انت هتدي. النقطه الثانيه ودي مهمه قوي، لما هتدي امر ولا هتقرر حاجه لازم تلتزم بيها. بمعنى ايه؟ بتدخل المحل، الام بتقول لي انا دخلت واهل الحي موجودين في المحل ويقول لي عايز شوكولاته، اقول له مش عايز، يبدا يصوت، اه انا عايز شوكولاته. تمام. اوكي. هي بتقول لي، اقول له حبيبي احنا اتفقنا على كده، لا ماليش دعوه انا عايز. ايه الحل؟ هي بتقول انا عشان الفضايح، اقول له خلاص هنشتريها ولما اروح البيت هربيك. تمام. اوكي. اشترين الشوكولاته. هل الام اتصرفت تصرف صح؟ القاعده انك لو حطيت قاعده لازم تلتزم بيها. لو انت عارف قبل ما تحط القاعده ان احتمال ان هو يجبرك انك ما تمشيش على القاعده ما تحطهاش من الاول. يعني انا كام او كاب وانا داخل المحل لو قلت لابني ما فيش شوكولاته جوه، لو رسيت ان الولد ده قلب المحل كله مش هجيب شوكولاته. لكن لو انا عارف ان هو فعلا ممكن يعمل كده وده هيفضحني في وسط الناس وانا اعلم بابني، يبقى ما احطش القاعده دي من الاول. ليه بقى؟ لان انا بخلي الموضوع معقد جدا وبينتشر في كل سلوكيات الطفل. انا وصلت رساله للطفل ان انا بقول لك على حاجات مش هتحصل، لكن انت لو قدرت تزعق بصوت عالي وتفضحني قدام الناس هتاخد اللي انت عايزه. ايه اللي هيحصل المره الجايه؟ اروح انا داخل المره الجايه وبكل قوه اقول المره دي بقى ايه، لما يموت نفسه مش هجيب له، واقول له احنا داخلين جوه ومش هجيب لك. هدخل جوه وهيبدا يزعق، وانا المره دي همسك نفسي واقول لا مش هجيب لك. هو هيعمل ايه؟ هو الرساله اللي وصلت له مني المره اللي فاتت ان انا لو شديت حيلي شويتين قلبها هيحل، هوصل او هتخاف. نعم. فابدا اعلي صوتي اكتر، فانا امسك فابدا اعلي اكتر، لان انا عارف ان في نقطه حصلت المره اللي فاتت انت رجعت، فانا لسه ما وصلتش للنقطه دي، فممكن اخبط في الدنيا، ممكن اطلع اجري في الشارع. ايه هي الحاجه اللي لو عملتها المره دي هتوصلني للنقطه بتاع المره اللي فاتت؟ فهي الرساله اللي انا بقولها لكل اب، ده مهم جدا جدا جدا، ان انا لو حطيت قاعده مع الطفل مش هخل بالقاعده دي. فانا لو اثبتت له كام مره ورا بعض، وعشان نبقى عارفين ومتوقعين، الطفل اطفال كتيره بتحاول ايه تعلي عشان تختبرك وتشوف. فهو انا لو اثبتت له في كام مره ورا بعض ان هو خلاص القاعده اتحطت ومش هتتغير بكل هدوء واريحيه، انا مش محتاج ازعق له ولا بتاع، هو بيخرب الدنيا وانا بقول له احنا اتفقنا وانا مش هعمل غلط. فهو لما بيوصل له الرساله كام مره، بعد 3 4 مرات بدخل انا وهو بقول له احنا اشترينا امبارح مش هنشتري النهارده وهنشتري بعد اسبوع. فلما بدخل المحل هتلاقي الطفل ما بيطلبش اكتر، لان هو وصلت له رساله في الكام مره اللي فاتت ان هو مهما عمل مش هيقدر يوصل. وخلي بالك ده طبع الطفل، ان هو دايما يختبر. انت لما تحط قاعده هو يحاول يختبر هي فعلا القاعده هتمشي ولا ممكن يتحايل عليها. بس تنسلم جدلا، حصل ما وصفت، انت كاختصاصي لما الطفل بيعمل هيك هل بالفعل يعني بنتركها هيك انه ما نعطيه اللي بده اياه، ومين وايل في هذه الاثناء؟ طب هو عم بيعلي المعيار كل شويه، نعمل ايه؟ نوقف نتفرج عليه بس؟ تمام. هي الفكره ان الموقف اللي حصل ده ما بيبقاش موقف وحيد في الحياه، هي بتبقى سلسله من الحاجات اللي حصلت في البيت قبل كده، ورساله وصلت للطفل من سلوك الاب والام في البيت مش اول مره في حياته يعني.
يعني عمرك ما هتشوف طفل في البيت عارف ان هما لما بيحطوا قاعدة ان مفيش فرجة على التلفزيون بعد الساعة 7 بالليل، ويجي يحاول بس هخلص دي، هنقول له قبليها فاضل 5 دقايق والساعة 7 هتيجي. بكل هدوء، الساعة 7 جت، لو سمحت اقفل واطلع، لو سمحت اقفل واطلع. طفل عارف ان انا خلاص كونسيستنت، انا ثابت في كل المواقف بكل هدوء، هو عارف ان انا خلاص القاعدة اللي بحطها وبتفق معاه عليها مش هينفع تتكسر. الطفل ده لما بيروح المحل عارف ان هو مفيش فايدة، لان هو جربني في البيت وما نفعتش معاه. في حين ان الطفل اللي هو لما يقول لك ايه هخلص بس اللعبة دي، فاضل 5 دقايق بس، ماشي خد 5 دقايق، طب هيبوظ الدور، هيبوظ، طب 10 دقايق. فهو انا بوصل له رسالة طول الوقت ايه، ان لا ينفع. فعشان كده في الحقيقة موقف المحل ده مش ليه علاقة بموقف واحد، لا ده مبني على مواقف كتيرة حصلت قبل كده. وانا نعم. كأب وام محتاجين نبدأ من الاول بقى، ان انا هقعد معاه وهنقول له في طريقة جديدة هنتعامل بيها مع المواقف. القانون اللي هنحطه هنتفق معاه من الاول، هنتفق مع بعض عليه، والقانون ده لما يتحط مش هيتغير. فدي ازاي اتعامل مع الموقف في المحل، ان انا ارجع ابدأ العلاقة من الاول بطريقة وضع قوانين غير قابلة. ومن الحاجات اللي انا شفتها كتير ان دايما تلاقي ايه، اب وام في البيت يقول لك اصل الام طيبة، لكن الاب اول ما بيحط القاعدة خلاص ما بيرجعش عنها. وتلاقي الواد يروح مع ابوه المحل يشتروا الحاجات زي النسمة، يروح مع امه، ام تلاقي لا اله الا الله تتفرج عليهم في المحل. وده سمعته كتير، او العكس يعني، مش لازم الام او الاب، الاب دايما الواد مشاكل ويتخانق ومش عارف ايه، لكن مع امه عمره ما يقول حاجة. نعم. فدايما اللي انا بقوله ان احنا لا محتاجين نثبت ان القواعد ثابته وما بتتغيرش مع الاب ومع الام وفي كل المواقف، ساعتها مش هتلاقي الدنيا دي بتحصل، الموقف ده بيحصل. طيب هلا نحن حكينا بنقطتين، وحده انه ما نكتر الاوامر اللي بنعطيهم وبس نحط قاعده خلص بنلتزم فيها، شو هي القواعد اللي ممكن نحطها بشكل واقعي لحتى الاطفال يلتزموا فيها؟ من الحاجات اللي بتخلي ان الطفل يلتزم بالقاعده بتاعته، ان انا لما احط قاعده زي ما قلنا قبل كده، ان توقعاتي ان القاعده دي مناسبه للطفل. على سبيل المثال، ان انا ما ينفعش احط قاعده في البيت مثلا ان انت ما ينفعش تتفرج على التلفزيون خالص، او هتتفرج على التلفزيون 5 دقايق في اليوم. دي قاعده بالنسبه لسن الطفل وبالنسبه للبيئه اللي احنا عايشين فيها مش طبيعيه. فانا توقعات لقدرات الطفل مهمه. طفل مثلا عارف ان هو بيعاني ان هو بيتحرك وبيتنطط في كل حته وبيروح ويجي وما بيقعدش على حيله، ما ينفعش احط له قاعده اقول له انت ما ينفعش تتحرك واحنا قاعدين مع بعض، لان هو مش هيقدر يعمل كده. فدي من الحاجات المهمه زي ما قلنا قبل كده، اقعد مع الاب والام ونشوف قدرات الطفل دي تسمح لي بان انا احط له قاعده يتحملها وتمنع الضرر، بس هو يقدر يوصل لها، ما تحطلوش قاعده مستحيل يوصل لها. فدي امر من الامور. الحاجه الثانيه، احيانا كتيره الاطفال بنسميهم ليترال، يعني بياخدوا الكلام زي ما تقولوا بالظبط. فانا لما احط قاعده للطفل محتاجه اوضح له القاعده بالتفصيل. لما اقول له مثلا دلوقتي هنحط قاعده ان انت لما تلعب مع اخوك تبقى كويس معاه، فتيجي مثلا تلاقي اخوه هو بيزعق له، فانت تقول بص احنا قلنا انك ما ينفعش تبقى تزعق لاخوك وبالتالي انت ما التزمتش باللي احنا قلنا. يقول لك لا انا كويس. هو فهمه لكويس ان انا ما اضربوش، انت فهمك لكويس ان هو ما يعملش اي حاجه تضايق. وبالتالي معظم الاطفال محتاج ان انا اكون واضح معاهم. واحد ابني كبير عنده 14 15 سنه، اقول لما ترجع من المدرسه انت محتاج تقعد تذاكر مثلا ساعتين كل يوم. اكتشف مثلا ان الولد بيستهبل ويجي يقول لك ايه اصل انا بقعد، هو قال لي ساعتين كل يوم، فانا بقعد من ضمن ان انا باخد العاب فبطلع العب بره شويه من ضمن الساعتين. لا، هو محتاج تفصيل فعلا ان انت ايه المواد الاساسيه اللي عندك، انت بتاخد مثلا عربي وانجليزي ورياضه، فانت هتذاكر الوقت ده فالولاد بيحبوا التفاصيل في القواعد. فدي حاجه مهمه عشان لما اجي اقول له انت ملتزم ولا غير ملتزم اتاكد ان انا هو فهم انا قصدي ايه، واتفقنا على شروط احنا بنعمل مع بعض زي ايه، زي تعاقد كونتراكت بيننا وبين بعض عشان نحط عليه القاعده من الاول. الحاجه الثانيه اللي مهمه قوي، احنا اتكلمنا قبل كده في ان انا اكون ايجابي في سلوكه، فبرضه بستخدم زي ما استخدمت الريورد ان تشارت زي ما قلت، ان انا ما اقولوش ما تضربش اخوك مثلا. برضه لما احط قواعد ان احنا لما تلعب انت واخوك انك تتكلم معاه بصوت واطي، وانك دايما بتحاول مهما يعمل هو ان انت يا اما تحاول تحل الموضوع او تيجي تتكلم معاه. فانا بتكلم عن سلوك ايجابي مش بتكلم عن سلوك. اخيرا بعض القواعد بتحتاج ان انا اقول مثلا ان انت استخدم لو حصل كذا هيحصل كذا. فدي انا بعمل ايه كده قاعده معينه
بضيف عليها لو هي قاعدة مهمة قوي، بضيف عليها كمان ريورد، يعني بضيف عليها حاجة تحفيزية، أو أضيف عليها عواقب للأمر. أقول له أنت هتقعد تتفرج لغاية الساعة 7 بالليل، بس لو اتفرجت مثلا على التلفزيون من 6 ل 7، لو أنا قلت لك قوم وما قمتش، يبقى في الحالة دي إن أنت اليوم تاني هيضيع عليك الفرجة عادة. يبقى أنت محتاج تقوم لما يجي ميعاد الأوامان، وإلا ممكن يضيع عليك اليوم. واحنا في حلقه بعد كده هنتكلم على موضوع العواقب وازاي اتكلم عنها باسلوب يوصلها، لكن ده جزء من اجزاء وضع القواعد، ان انا اربطها بحاجه تحفيزيه او عاقبه للامر اللي هو ده عم تقوله ما في شيء ضرب. ضرب؟ ايه لا ما فيش ضرب ما فيش ضرب يعني، وهيك المفاجأة هيك على وجهك. لا احنا ما بنش... لا لا ضرب لا، احنا ابدا. بنتكلم، احنا بنتكلم على فكره القواعد اصلها في الموضوع، ان انا بتعامل مع ابني ان هو فاهم، وبنتي ان هي فاهمه، وان انا بحط حاجه في مصلحته وبديله امر عشان حاجه في الاخر منفعته. فانا بحاول الاول اوضح له هو انا بحط القاعده دي ليه. انا بحط لك قاعده ان انت بعد الساعه 7 ما ينفعش ان انت تتفرج على التلفزيون، لانك لو رحت تنام هتقعد طول الليل مش عارف تنام، او لما تنام تحلم بكوابيس، وتاني يوم تصحى تعبان ومش عارف تلعب ومش عارف تتبسط. فانا في الاصل مش بعاقبك من الفرجه على التلفزيون، انا بخليك تتفرج عليه وتستمتع بيه، لكن بطريقه ما تمنعكش بعد كده من ان انت تستمتع باليوم اللي بعده. وهنحط القاعده دي بناء على ده، فلا في شراكه بيني وبينه في وضع القاعده، وبالتالي انا بساعده ان هو يلتزم بيها، مش بفرض عليه بسطوه الابوه ولا ان انا امه حاجه معينه تعملها غصبا عنك. في فرق بين الاثنين. نعم، حاسس كأنه الواحد منا بحاجة لقواعدها للتعامل مع نفسه وتهذيبها. نعم الله يبارك فيه. طيب هذا كله حلو وجميل، ولكن التسويف كيف نتعامل معه؟ ولدي قاعد عم يلعب كمبيوتر جيم، وعنده تاسك متفقين عليها من بعد نص ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق اللي هن. فانا بدي الساعه 7 على سبيل المثال بده يقوم يوقف اللعبه ويبتدي بالتاسك الثاني اللي بعده، وفي نوع من التسويف، يلا و5 دقائق و10 دقائق وكذا، كيف اتصرف انا بالموضوع هذا؟ طيب ده سؤال جميل، ان احنا هنتكلم عن 3 حاجات اقدر استخدمهم كاب وام يساعدوني لما ادي امر او ادي قاعده، احط قاعده وعايز الطفل او الابن يلتزم بيها، سواء كان الابن ده صغير او ابن كبير. الحاجه الاولانيه زي ما قلت كده، ان انا بدي تنبيه قبل الميعاد، هو المفروض ان هو يلعب من 6:30 ل 7 على الجيم دي، ما اجيش الساعه 7 واقول له انت دلوقتي محتاج تقوم حالا، لان ده غالبا هو بيبقى في وسط اللعبه ونسي وانشغل ووصل لمستوى. فانا دايما بعمل له اعداد لده، فباجي قبلها بقول له مثلا فاضل 10 دقايق وتبقى الساعه 7 عشان تبقى عارف انك هتخلص بعد 10 دقايق، فيقول لي ماشي. وبعد 5 دقايق اقول له فاضل 5 دقايق وهنخلص، جهز نفسك لان في خلال 5 دقايق انا متوقع ان انت هتقوم. فموضوع ان انا اعداده لان هو يعمل حاجه معينه ده مهم جدا، لان انت بتساعد الطفل ان هو يلتزم بالقاعده، ودي بنطبقها في كل حاجه، يعني ده مثال لكن يعني ممكن يطبق في كل شيء. الحاجه الثانيه ان هو لما يجي الوقت، خلاص هو جه الوقت دلوقتي، احيانا يحصل ايه، اقول له الساعه 7 دلوقتي يلا قوم، محتاج ان انا اخد بالي هل الطفل مطنش تماما، لان هو احيانا الطفل بيعمل ايه، انت تقول له اعمل كذا بس انت مش مديله الفرصه ان هو يعمله. فانا محتاج اديله شويه وقت، بمعنى ايه، ان هو مثلا لو بيلعب لعبه هو محتاج يسيف اللعبه دي، يعملها سيف وبعد كده يقفلها، فانت متوقع ان هي 7 بالظبط الكمبيوتر هيكون اتقفل والحاجات. هو لا، لو هو حتى ابدا ان هو الساعه 7 بدا يقفل الجيم وبيسيفها وبيقفل الجهاز، فده في دلائل ان هو بدأ يقفل، فساعتها بديله وقت عشان هو كده في العمل، هو كده بيخلص. لان انا لو قلت له انت ما خلصتش يقول لك والله بخلص، لا ما خلصتش ما قفلتش، بتقلب خناق. الحاجه الثانيه ان انا اديته وقت ان هو يخلصها، ان انا دايما لما بيجي يخلص حاجه بديله امل في ان الحاجه دي هتحصل تاني. يعني وانا بقول له فاضل 5 دقائق خلاص الوقت خلص، فبشوفه بيخلص بقول له يلا برافو عليك اقفل، وانت عارف ان انت بكره الساعه 6:30 عندك، او ان انت عارف انك هتخلص دلوقتي وهتروح تذاكر شويه، لكن بعد المذاكره كمان ممكن تقرا كتاب، ممكن تطلع تعمل حاجه، هناكل مع بعض حاجه حلوه. فدايما بديله ان في حاجه حلوه لسه ده. فالثلاث حاجات دول دايما بستخدمهم، ان انا ادي وورنينج، ان انا ابدا اجهزه، ان انا لما يحصل الميعاد ان هو بيعمل هيعمل الحاجه ادي له وقت اللي هو بدأ يبدي ان هو بيعملها في الخطوات الاولى من عاملها. والحاجه الثالثه ان انا بدي له ان في حاجات كويسه تانية لانه هتحصل نظرا لالتزامه بالقاعده. جميل، اتعامل مع طفلك على انه بيفهم، يعني على مستوى من الفهم، انه انت تحكي معه يستوعب ويكون في نقاش بناء على قد ما بيسمح عمره يعني. طب هل برايك من ضمن هالعلاقه هل مستحسن يكون لهم هن دور بتحديد القواعد
لنتفق عليها؟ ده حاجة جميلة جدا. يعني هو لو قواعد اللي الطفل بيبقى مشترك في وضعها بيكون أكثر طاعة ليها وأكثر التزام بها، لأن هو حاسس إن هو جزء منها. بمعنى إن أنا ممكن أقعد أنا هو وأقول له المشكلة، أقول له المشكلة دلوقتي إن إحنا ما ينفعش نقعد نتفرج على التلفزيون على طول، وبالتالي إحنا عايزين نحط قاعدة هنلتزم بيها. إيه هي القاعدة؟ إن إحنا نحدد وقت للتلفزيون نتفرج عليه. في حاجة اسمها كنترول، التحكم. لو الطفل شايف طول الوقت إن التحكم جاي من براه هيحس ان هو هيبدا يبحث عن التحكم ده في اي حاجه تاني. فانا بعمل ايه؟ بحاول اديله جزء من التحكم ده. من اجمل الطرق ان انا اديله جزء التحكم ان انا اديله خيارات، اقول له ايه رايك لو هتتفرج على نص ساعه، تحب النص ساعه دي تكون من الساعه 5 ل 5 ونص، ولا من 6 ل 6 ونص، ولا من 7 ل 7 ونص. فهو يختار حاجه، يبقى هو كده شارك بحاجه انا كده كده موافق عليها وحطها في القاعده، وبالتالي انا اديته فرصه ان هو يشارك. ده هيديله احساس ان هو ده مش امر مفروض عليه من بره، لا ده حاجه هو شارك في نقاشها ووضعها، وبالتالي تخلي الموضوع اسهل ليه ان هو يلتزم بيه. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. ضفت نقطه جميله جدا اليوم، نتعامل مع الاطفال انهم بيفهموا، مش اتعامل معه انه ما بيفهم وخلص نفذ ولا تعترض. هذه عامل مهم جدا بتلميذ ثقته بنفسه كمان، مش بس حب، لا انت بتفهم. تحب تقول شيء نحن بنهايه الحلقه اليوم، واذا شيء في كامل الواجب تقول لنا عنه لو سمحت. هنحب نلخص بس، نفكر بعض ان البيت اللي ما فيهوش قواعد ده ادعى لان الطفل يفسد، وبالتالي وجود قواعد في البيت مهمه جدا، محتاجه تكون اقل ما يمكن. مش محتاج ان انا ادي اوامر وقواعد على كل حاجه في الدنيا، الحاجات الاساسيه المهمه هي بس اللي ابدا اعمل لها قواعد. لما ادي للطفل اوامر الموضوع يكون واضح الاول، بفهمه انا بدي ليه، واتكلم بلغه واضحه وفيها تفصيل للموضوع. والقاعده الاساسيه ان انا ما دام اتفقت انا والطفل على قاعده التزم بيها ولازم تحصل، والا ما احطهاش من الاول لو انا شايف ان انا مش هقدر التزم بالقاعده دي. دي الحاجات الاساسيه، ولما يجي الطفل يحاول يطبق القاعده بساعده بيها، وارجع استخدم الحلقه بتاعه المدح لما اتكلمنا عن ازاي امدح الطفل. لو الطفل ملتزم بالقاعده لازم امدحه طول الوقت، وبقول له ان انا مبسوط منك، انت ما شاء الله حطينا حاجه وانت ملتزم بيها، جميل ما شاء الله. فازاي بستخدم دلوقتي الوسائل المختلفه مع بعض في نفس الوقت. وده ما يخليناش ننسى برضو ان احنا الحاجات الاساسيه من حب وكلام ولعب تفضل موجودة، عشان ده اللي بيخلي الطفل يلتزم. بالنسبة للواجب الأسبوع ده هنقعد مع بعض ونتفق على موضوع شايفين إن فيه مشكلة محتاج يتحط له قاعدة، هنقعد مع الطفل ونبين له إحنا هنحط القاعدة ليه، وهنحطها بأي شكل، وهنتكلم عن التفاصيل بتاعتها، ونبدأ نطبقها مع الأب والأم، ونقعد مع بعض بعد كام يوم عشان نشوف مدى التزام الطفل بالقاعدة وإزاي إحنا مساعدين إن هو يلتزم. الله يبارك فيك. هذا الواجب تبع الحلقة الجاية، وتذكروا أنتوا كلكم فريق واحد، الأب والأم والأولاد. تعاملوا معهم على أساس أنهم بيفهموا، مش على أساس أنهم لا يفهمون، هذا هو الأصل أنهم بيفهموا. حافظوا دائما على هدوءكم والاستمرارية بقواعد اللي بتحطوها والحدود اللي بتحطوها والجوائز اللي هن بدو يخدوها استحقوها، خلص هو اللي استحقوها. جزاكم الله خير، شكرا للمتابعة، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاركوني الأجر على اليوتيوب، اضغط على سبسكرايب، اضغط على الجرس، سجل إعجابك، شاركنا بتعليقك، وشارك بمنشورات، وخلوا الخير إن شاء الله يعم على الجميع. جزاكم الله خير.